وعود الى الاستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي. استاذ عبد القادر، مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. ناسف لهذا الخطا الفني، ولكن نبدا. طالبتم الاتحاد الدولي الفيفا بتشكيل فريق تحقيق لمعرفه الاسباب الحقيقيه التي ادت الى وفاه علي هادي واللاعب احمد راضي. ماذا تتوقعون ان يكون جرى مع هذين اللاعبين؟ بالبدء نعزي الشعب العراقي والأسرة الرياضية بفقدان اللاعب الدولي والنجم العراقي أحمد راضي وعلي هادي، ونعزي أيضا عوائلهما ونعزي عوائل الشعب العراقي ضحايا فيروس كورونا الذي انتشر بشكل جنوني في العراق. من المؤكد تماما أن مرحلة اغتيال أحمد راضي وعلي هادي جاءت لتصفية حسابات واضحة، كما حدث لسابقي زملائهما أحمد الحجية في اللجنة الأولمبية عندما تم اختطافه بعد فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية. يأتي هذا حقيقة لأن هناك أطراف سياسية حقيقة تبنت عملية إقصائهم واستهدافهم بطريقة مبكرة، بل حذرت حكومات كانت تكلف من أن يكون هناك تواجد لهؤلاء اللاعبين في وزارة الشباب أو على رأس اتحاد كرة القدم. هؤلاء حقيقة كان هناك إصرار من الشباب العراقي الرياضي على أن يتواجدوا من أجل حمل أمانة الرياضة العراقية التي أصابها التدهور المتعمد من قبل السلطات الحكومية والاستهداف الممنهج للرياضة العراقية حقيقة، وبالتالي تحملوا مسؤولية. وكان هناك يعني ترقب لتولي الكابتن أحمد راضي رئاسة اتحاد كرة القدم وفي معيته اللاعب علي هادي وآخرين من اللاعبين العراقيين الذين يمتازون بالفطنة والحرص الوطني على الرياضة العراقية. حقيقة هناك تنافس حزبي وهناك تحذيرات كانت موجودة، وهم يعلمون أن هناك تهديدات واضحة في حال استلامهم لهذا المنصب، ولذلك إيران تسعى إلى إفراغ جميع القطاعات العراقية منها الرياضة والصحة من كوادرهما ومن طيب استاذ عبد القادر العراقية من اجل ان تستحوذ على ادواتها. استاذ عبد القادر، حتى معلومات وصلت ان استاذ عبد القادر، هل تسمعني؟ حقيقة حقنة في داخل الوريد للكابتن احمد راضي ادت الى تسمم الدم والانحدار الكبير للصحة مما ادى الى وفاته خلال 45 دقيقة. أستاذ عبد القادر، بعد عام 2003 كما تعلمون تم استهداف الأطباء، أساتذة الجامعات، الطيارين وأيضا الضباط وأصحاب الكفاءات، لكن هل هناك مصلحة من استهداف اللاعبين؟ يعني معلوم تماما عملية الاستيطان هو مشروع إيراني قديم. إذا ما رجعنا إلى دخول المغول إلى بغداد كانت هناك إشارة من ابن العلقمي ومن الإيرانيين الذين ساعدوا احتلال المغول لبغداد، هناك عملية إقصاء جميع القيادات العراقية والكفاءات من شعراء، من خطباء، من أطباء، من غيرهم. يجري تكرار الحالة العراقية من أجل الهيمنة على جميع المرافق والمؤسسات العراقية من خلال إقصاء القيادات التي يمكن أن تتحمل في وطنيتها مشروع الرياضة أو الصحة، وبالتالي هذا المشروع قديم جديد يعاود الآن في عملية الاستفحال والهيمنة الإيرانية على جميع المؤسسات العراقية. ولذلك حقيقة رأيتم ربما الآن بدأت عملية تصدير الأطباء الإيرانيين لمدراء للصحات في المحافظات، ومنها واسط الذي استقبلت 15 طبيبا فرضت تعيينهما إيران. بالتالي عملية الاستحواذ على ملف الرياضة الذي هي لعبة شعبية وبالتالي هناك لها جمهور كبير وتأثير واسع على الشباب، هو أيضا هدف إيراني من أجل حقيقة تغيير ثقافة البلد وبالتالي تحطيم العراق في جميع النواحي وجميع المؤسسات والمرافق التي يمكن من خلالها أن يكون هناك وعيا أو عملية نهوض. لذلك استهداف الرياضة العراقية سواء بقتل الكفاءات أو الرياضيين أو إبعادهم خارج البلد كما حصل لعدنان حمد المدرب العراقي ومكتشف المواهب هو دليل كبير تماما على أن هذا القطاع المهم تريده إيران وتجعله صوب أعينها من خلال دعم أدواتها وميليشياتها، ولذلك جرى عمليات كبيرة على الملف الرياضي من الإهمال إلى التعمد إلى إفقار الأندية إلى عدم الاهتمام بجميع الأقسام الرياضية الأخرى، وبالتالي عملية حقيقة الاستحواذ على اللجنة الأولمبية وعلى اتحاد الكرة
طوال السنوات الماضية واضح تماما للعيان. على ذكر الإهمال أستاذ عبد القادر، وفاة اللاعبين جاءت بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، لكن لم يتحدث الإعلام في الموالي للحكومة وأيضا للأحزاب، لم يتحدثوا عن طبيعة المركز الصحي الذي كان فيه. هل كان مهيئ لاستقبال مثل هذه الحالات تعتقد؟ أولا لم يكن هناك أي عملية اهتمام بهما، ولم يكن هناك حقيقة مرافق صحية متخصصة في العناية بهما مطلقا، وبالتالي عملية الإهمال الصحي كانت متعمدة وواضحة بطريقة ممنهجة. لذلك حقيقة عندما نقول أن هناك استهدافا حكوميا لهم كان بمعنى الكلمة، لأنه كان المفروض أن يتوفر عملية نقلهم، وكانت هناك محاولة لنقل الكابتن أحمد راضي إلى عمان بعد أن كانت هناك حقيقة تدخل أردني وتوفير مكان ومستشفى لعلاجهما، وجاءت طائرة تركية تسمى بالطائرة الإسعاف مجهزة من كافة الأنواع وهي مستشفى مصغر لنقله، لكن في يوم نقله حقيقة تمت استهدافه. ولذلك حقيقة الرواية الحكومية مغلوطة، لا يمكن كل الأطباء خصوصا الأطباء الأوبئة لا يمكن أن تتدهور الحالة من حالة إيجابية إلى حالة متدهورة خلال 45 دقيقة. الكابتن أحمد راضي كان الكثير يتواصل معه وهو في صحة كبيرة وفي تحسن ويستطيع التكلم، وبالتالي يستطيع نزع الأكسجين ويستطيع المقاومة، وبالتالي هو في حالة تحسن كبيرة، يعني يشعر أنه قد تحسن بطريقة كبيرة تماما. لكن قبيل عملية نقله كانت هناك محاولة واضحة تماما، هذه المحاولة هي محاولة اغتيال، وبالتالي أنا أؤكد لو كانت هناك رقابة وتشريح حقيقي لعرف أنه جرى موته بتسمم الدم عبر حقن إبرة تضعف المناعة للكابتن أو للمريض، ولذلك حقيقة ربما السلطات الحكومية ستعمد على استخدام ملف كورونا في استهداف المناهضين لها بطريقة تصفية جديدة تدخل العراق، وإلا فإن الانتشار الجنوني لمرض كورونا داخل العراق في هذه الأيام والعالم بدأ يعلن انتصاره على هذا الفيروس هو حقيقة مؤشرات كبيرة ينبغي حقيقة أن تتداعى إليها. واتحاد الفيفا هو مرجع حقيقي لاتحاد كرات اتحاد كرة القدم العراقية والرياضة العراقية، لذلك واضح أستاذ عبد القادر، لأن السياسة قد تدخلت في الرياضة وأفسدتها وسيطرت عليها بطريقة حقيقة بطريقة الاستهداف الممنهج، وهناك خطر على حياة لاعبين آخرين عراقيين دوليين أيضا. لذلك ينبغي حقيقة أن يكون هناك تدخل ومساعدة الرياضيين العراقيين في هكذا أزمة يمر فيها العراق، وإلا فإن الظروف ليست اعتيادية ولا زالت الاستهدافات مستمرة للرياضيين، وبالتالي نحن نؤكد حقيقة من خلال منبركم عبر المصادر التي وصلتنا أن علي هادي والكابتن أحمد راضي تم اغتيالهما بتوافق حكومي، وبالتالي وزير الصحة متهم بهذه القضية. عبر سكايب من عمان عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكم.